والله طلع معك حق يا سهر، يعني تفكيري وتفكير الأستاذ لافند مختلفين كتير عن بعض. يعني الزلمة بهداك اليوم ما جاب سيرة الزواج أبدا، رحت وضغطت عليه والزلمة ما قلب هيك قصص. لا وأنا لما شفته لهداك الحقير صرت خبص مع الأستاذ بالحكي، شي شرق وشي غرب. كيف يعني؟ لما أنت كنت عم تحكي مع الأستاذ شفت هداك الشاب اللي فوق؟ سمعته كلام كتير وعيب بحق الأستاذ، قلت له شو قلت؟ لا لأنك خايف من هذا الواطي، قللت أدب معه كتير. طيب والكلام اللي حكيته أنتو سمعوا شي هداك الشاب اللي فوق؟ يعني ويسمعوا شو بدي خاف منه؟ ما دخلني، بس اوعى توقع بمشاكل جديدة. كوراي؟ أمير عم يدق لك. أهلين أمير. ألو وين أنت؟ أنا بالبيت، خير في شي؟ لا فكرتك برا البيت قلت تمرق لعندي. أنا بالبيت بس إذا في شي بيجي لعندك فورا. لا ما في شي، بنحكي بعدين. يلا باي باي. طيب خلص ماشي. أمير بيسلم عليكي. اسمعكو راي، تتفرج معي على فيلم؟ وأنا عم رتب الديفيديات، لقيت فيلم حلو كتير رومانسي وكوميدي، تتفرج عليه؟ إذا بدك تفرجي أنت كلثوم، أنا تعبان شوي. كوراي، أنت رح تضل دائما تنام هون؟ أنا كتير عم اشتاق لك، يعني أنا خجلانة كتير لأني عم أقولها بهذا الشكل، بس أنا عن جد عم اشتاق لك كتير. أنا حابة أنك تكون معي دائما، يعني بدي إياك أنك تكون جنبي بكل وقت كوراي. اتصلت فيك وبعثت رسائل وانت ما رديت. لا تضل ساكت هيك، يعني صرخ عصب علي بس لا تسكت. بعتذر مني كتير، بعتذر كتير على كل شيء. انا اللي بعتذر منك، الحق معك، ما عاد قلك باقي شو لسه. خلص رح نمسك ايدين بعض ونواجهون. عن جد انا اسف كتير. انت ما عملت شي لحتى تعتذر علي؟ انزلي هلا لتحت. ما بدي انزل بنوب. انزلي قبل ما حدا يشوفك لو سمحتي. صباح الخير. صباح النور. خير ان شاء الله، لوين رايحة على بكرة الصبح؟ قلت خليني اطلع على الخدمة. انتي؟
شو؟ ما شبعتي المسويات من لم الزبالة؟ وهلأ صرتي بدك تطلع من الصبح على الخدمة؟ شو اللي منيحة ما بتنفع معكم؟ انتي جاهزة الفطور عمتي خديجة وأنا راجعة فورا. ايه طبعا طلعي طلعي. صباح الخير. صباح الخير عمتي. شو سهر طلعت لبرا؟ ايه طلعت من الصبح على الخدمة. خدمة شو هي؟ ما بتفهم فيها وما بتقدر. انا ما إلي علاقة. انا لازم اغير وروح اشوف وينها. انا هلا كنت طالع لعندك، منيح اللي شفتك. انا مستعجل كتير. ايه شوف انا كنت رح اطلب يوميتي، ليك انا مبارح ما مرقت لعندك وانت يعني الله يسامحك ما تذكرتني. بس ليك اسمعني منيح، والله انا عم اشتغل بس مشانك انت وفريحه، وعم ضبه لمحمد وعمي منيح كمان، لا تاكل همهم ابدا وما رح يضركم ابدا بخصوص موضوع الاستاذ. خدي هدول وخلصيني. والله نيتي بس الخير لكم، عم اعمل منيحه معكم. شو كنتي عم تحكي مع هالحقير؟ شو يعني بدي احكي مع واحد غريب؟ اه قال لي صباح الخير، قلت له صباح النور. لا تكذبي سمعتك من تحت، كنتوا عم تتوشوشوا انت وياه. لا تجن هلا محمد، يعني بشو بدي احكي معه فهمني، استغفر الله. لا تكذبي، عم اقول لك سمعتكم شي رجان وشي مشان. حكيت مشان الدعوة منيح هيك؟ طلعت مشان اترجع، قلت له لا تعملها فينا، نحن ناس درويش كتير، لا تخلينا نخسر لعمتنا، بشو غلطت يعني؟ كيف بتترجي وليه؟ لك فوق ما الحق عليك عم تعيط علي؟ هلا هي الدعوة مو كلها صارت بسببك بعد ما انت رحت افتريت عليهم؟ انت عم تفكر كيف ابوك بده يتحمل هيك دعوة؟ خد احمل هي، انا بحياتي ما بقى ساعدكن. ابني بردت كاسة الشاي تبعك، صب لك غيرها؟ لا عمتي يسلموا. أنا طالعة. دايما إن شاء الله صحة وهنا. وأنا كمان شبعت، أساسا مالي نفس بنوب. بسم الله، وأخيرا إجا اليوم اللي قالت مالي نفس. رح روح السوبر ماركت ومنه بشم شوية هوا. سهر اتصلي بعمتك، رح نروح لعندها بهي العطلة. أنا قبل ما أدهن غرفتي ما رح أتحرك من هون شبر، ماشي محمد؟ عمتي والله العظيم إنه هدول ما فيهم ولا ذرة عقل. إيه صح يا روحي، لك حتى ما خلونا نستنى بالمشفى. ماشي حياتي، أساساً أنا ببقى بحكي لك كل التفاصيل بعدين، ماشي؟ يلا بخاطرك. شش شش. لك لك انت ما فيك تمسك لسانك، هلا بيسمعك اخي. ليش عمي بقيان في حيل لحتى يسمع اي شيء؟ لا تبالغي انت الثانيه عمتي خديجه. ليك اسمعيني منيح، ما عاد ضل في حجه لللف والدوران والتخبايه لهي الشغله اكثر من هيك. شوفي صار عنا صوره شغله، يعني خلينا نطلع على الموضوع من هالناحيه. ايه قصدي هلا اثنيناتنا كنسوان، لو نحن نفكر منيح ونخطط بتعرفي انه الرجال ما بيهمون هيك شغلات، يعني خلينا نحن شوي شوي نركبها على المزبوط، يعني اذا كسبنا هي العيله وصارت تسندنا كثير رح تتغير حالتنا صدقيني، ووقتها رح تشكروا افكاري بدل ما قاعدين عم تشتكوا. وليش لحتى اشكر افكارك ومخططاتك الخبيثه؟ اذا بدي اشكر حدا فانا بشكر ربي على كل شيء، فهمتي علي سهر ولا لا؟ عرفتي شو عم تحكي؟ بعدي عني بعدي. ايه وكأنه بيلبق لكم. محمد ليك ابوك كتير هلا رح يتعذب، بالنهايه اللي صار صار، ما هيك يعني هن نتزوجوا، هذا الشاب صار قرايبنا يعني هلا صار سهرنا. قصدي اللي بدي اقول لك اياه، ليك لا تعصب قبل ما تسمع، بس هلا ما بقى يضل في عنا دعاوي ولا اي مشاكل ولا وجع راس، قصدي هذا الزواج بجوز ينفعنا ما هيك؟ فكر من هالناحيه. قولي انت شو عم تقولي محمد؟ شو عم تقولي؟ شو عم تقولي وليه؟ شو نحن بلا شرف وليه؟ ها؟ فكرة ما عنا شرف؟ نحن بلا شرف وفكرة؟ محمد ها؟ شرفنا أغلى شي عنا. انت شو عم بتعمل يا محمد؟ اطلع اطلع يلا اطلع. مجنون انت مجنون، بتعرف هالشي ما هيك؟ شو بدك تعمل بقى؟ هلا بعد ما فريحة تزوجت شو رح تقدر تعمل؟ شو رح تقدر تضربها مرة تانية؟
مو معقول هالمجنون على هالحالة. إذا بيرجع بيحكي معي مرة تانية رح طلع كل الشر من بين عيوني. البنت اتزوجت وراحت وهو ما فش خلقه لسا. أبا ضايع علي. لا وبعد كل شي معتبر هالزواج شغلة مو منيحة. ألو كلثوم؟ رح يخرجون أمي. منيحة بنتي. طيب خلص بنحكي بعدين. شو منيحة بنتنا؟ ايه منيحة خلص طلعت. ايه منيح لك. هلأ هاي البنت جانسو شو اللي خلاها تعمل هيك وتسممون؟ افهمنا انها بتحبه لأمير بيك بس يعني طلعت مجنونة نظامي والله. لو فريحة ماتت مبارح ما كنا اليوم سمعنا كل هذا الحكي. ايه دخنتها كتير محمد دخنتها. مو معقول. قلنا لك تزوجوا ومشي الحال خلصنا بقى لا تزودها أكتر. كنت عم قول لو نحن كمان ضبيناها للقصة يعني بجوز يجوا مشان يستسمحوا ويطلبوا الرضا ما رح يرجعوا يسكنوا فوق ما هيك؟ ايه منيح إذا هيك ما بيكونوا قدام عيونكم. انتبهي على كل كلمة عم تحكيها. انتبهي منيح. ضليت اتعذب سنة كاملة مشان اعترف لك بكل شي. انت عرفت كل شي من جانسو بعدين استنيت لحتى يطيب بابا وقول له انه نحن تزوجنا. اجا حدا قبلي وخبره هالشي. عم بوصل متأخرة. ازيت كل الناس اللي انا بحبهم وغالين علي. ما حدا بيقدر يعرف شو مخبيلنا المستقبل بس نحنا لازم انه نقبل بالظروف الجديده ونتماشى معها. اول مره اجى بابا على الجامعة يا ريتني قلت لك انه هذا بابا. لو بوقتها انا قدرت اني احكي لك عن وضع اهلي ولو اني قدرت اقول لبابا اني تزوجت شو كان صار يا ترى لو عملت هيك؟ يمكن ما كنت خليت كل هالشغلات تصير. شو ذكرك بالضرب والبهدلة؟ نسيتي انه جبروكي توافقي على واحد ما كان بدك اياه؟ اوقات خلوكي تتركي الجامعة. هنن كمان خلوا هالشغلات تصير رغم كل شي شفتيه منهم. انتي ما تركتيهم ابدا وهلأ جا دورهم هنن. هنن اكيد رح يسامحوني وهي الاخطاء ما رح تتكرر وما عاد نخبي شي على بعض. بقدر أوعدك بهالشي وأنت بتوعدني ما هيك؟ لو صادفتنا مشاكل ما رح يكون في أخطاء. أنا بوعدك بهالشي. نحن هلأ بالبيت لا يسلموا. نحن حابين إنه نضل شوي لحالنا. يلا منحكي بعدين. يلا مع السلامة. خلص أنا منيحة. كنت لازم أدفع الثمن ودفعته. هلأ صح صار الوضع سيء كتير بس أكيد ما رح يصير أسوأ. خلص من هلأ ما ضل في أسرار مخباية ولا عندي شي خاف منه. هلأ الكل صار بيعرف كل شي. خلصت كل المشاكل ما رح يكون في شي أسوأ.
أمير، شو رأيك لو من بعد من هون كم يوم؟ خلينا نترك كل شيء ورانا ونروح. ليش لا؟ لك يا بنتي، ليش انتي ما بتعرفي محمد؟ ايه خالي اخذ ادويته ونام، شو بده يعمل المسكي؟ ما بعرف يا بنتي، لا تسأليني، وضع خالك مو عاجبني ابدا. ايه ليكن العاشق والمعشوق قاعدين هون. خلينا نروح. الله يسامحك، ليش نحن متزعلين؟ صار في حقوق كتيرة بيناتنا أمير بيك. وشو هي هي الحقوق؟ يعني مو نحن صرنا قرايبين؟ بس هيك كان قصدي. شو القصة يا عرسان، طالعين شهر عسل؟ سهر لا تشتغلي فينا. أصلا حبيبتي ليش لحتى أشتغل فيكن؟ يلا روحوا وطلعوا وانبسطوا كمان. طبعا انتو في إلكن أمانة موجودة عندي. يلا روحوا وانبسطوا، لا تخلونا نشتاق لكم. فهمت عليك، فهمت عليك كاظم، خلص فهمت. يعني الشغلة صعبة. طبعا صعب الواحد يلاقي بيت مفروش بهالسهولة. ايه بس لا تنسى الموضوع، أنا عم أترك خبر عند كل معارفنا. يسلموا يسلموا. عم يقول إنه رح يعمل جهده ورح يشوف شو رح يصير، بس بجوز ياخذ الموضوع شهر. طيب اسمع عمي، كأنه نحن هيك عم نتسرع شوي. يعني ماشي معك حق وفهمانة إنه مسألة كرامة، بس سهر أنت ما دخلك. كيف يعني ما دخلني محمد؟ يعني بالنهاية أنا كمان مو وحدة من هالعيلة هي؟ يعني إذا أبوك قرر يضب أغراضه وانتقل لغير مكان، شو نحن ما رح نلحقه؟ سهر منبقى منقعد بعدين ومنحكي بهي القصص. يا عمي بترجاك، أنا ما بدي تفهمني غلط، بس محمد ليك بالنهاية لا تنسى أني بنت مدينة، يعني ما فيني روح وعيش بحارة بالأطراف. أنت شو عم تحكي؟ محمد نحن خلينا نلاقي البيت بالأول، بعدين أنتوا اقعدوا لحالكن وفكروا وحكوا منشان تقدروا تاخدوا قراركن منيح. أنا بظن أنه كل هالحكي ما له معنى أبدا. أنا رايح أعطيهم القصة تبعهم. خليك محمد أنا بطلع. لا عمتي خليكي. إيه لا تتعبوا حالكن على الفاضي. والله يعني أنا ما كنت ناوي أحكي مشان ما أضايقكم، بس هلأ يعني فريحة وأمير راحوا شهر عسل، ولهيك اللي بده يطلع خليه يطلع وهو مرتاح. سهر بنتي، أنت اتصلتي بزوجك؟ اتصلت في عمي، هو قاعد بالحديقة. سهر هاتي ايدك لقوم بنتي، خليني زبط فرشتي نعسانة كتير. لا 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 تنامي هيك، انتي من اليوم ورايح خلص رح تنامي بغرفة فريحة. ايه مثل ما بدك، يلا انا رايح انام. يلا تصبحوا على خير. وانتو وانتو بخير. صهرنا العزيز حامل منه بالشهر الخامس، طولوا بالكن، الله اعلم لسه شو فيه. اخي شو رأيك نستفسر من صهرنا ونفهم منه شو القصة؟ كل عنزة معلقة من كرعوبة يا أختي. فريحة خلص تزوجت، من اليوم ورايح ما عاد مشكلتنا أبدا. يا عمري انت هلأ مقهور وزعلان ومعك حق تفكر هيك، بس إذا بنتك اجت لعندك بيوم من الأيام ودقت بابك شو رح تعمل؟ يعني هلأ عم تحكي عن حرقة القلب مو هيك يا أختي؟ فريحة بكذبتها وكل قصصها اللي عملتها فينا هي طفت حرقة قلبي وما عاد يحترق أبدا يا خديجة، مشان هيك لا تخافي. خليها تشوف كرمال مين خسرت محبة أهلها. أنا طالع. مغلق أو خارج نطاق التغطية.
هلا انا ما بنكر انه غلطة فريحة كبيرة وما بقول انها صغيرة، يعني اذا هي هلا طلعت بوشي وقالت لي يا عمتي صدقيني بقلها انا ما عزت عمتك ابدا، وبقلها كمان انت ضحكتي علي وخليتيني رجعك لهذا البيت، يعني انا بحكي بس انا كمان ام وبنتي كمان ارتكبت ذنب اكبر بكتير من ذنبها. اذا جوز بنتي هلا غلط معها شي مرة واجيت اكيد ما راح اسمح انه يزتوها قدام باب البيت. خلصنا عمتي لا تقلبي يا فيلم هندي، خلص هلأ فريحة الاسم الأول بلاحت النسوان ماشي، يعني هي مرته الشرعية للزلمة. بعدين خلينا نشوف إذا أمير رضي بالبنت الثانية. لك أساساً بتكون كلها هي لعبة، ليش أنت ما بتعرفي هذا النوع من النسوان؟ والله فريحة رح تدير بالها كتير على جوزها، بس يعني كمان قد ما كانت الدبانة صغيرة بتضلها بتلعي النفس، وهذا اللي صار كبير كتير. أصلاً هلأ البنت إذا كان عمها ضدها وحماتها كمان تانية ضدها وفوقها بتجي بنت بتقول إنه حامل من جوزها، إيمانها شغلة سهلة يعني؟ والله فريحة إذا عندها شوية عقل بتتمسك بجوزها بإيديها وسنانها، بس هي من وين إلها عقل يا حسرة؟ لك حتى بنتك كلتوم يا حرام ما كانت تعرف لهلأ شلون بدها تحافظ على جوزها. شو؟ انتي شو قصدك بهذا الحكي سهر خانو؟ لك شو اسمه؟ هذا كله كان مجرد حكي عمتي. مجرد حكي هذا يعني؟ ما عجبتني بالمرة سهر خانو، انتي شو يعني كلامك هذا عن بنتي؟ وبعدين لا تطلعي هيك، لا تطلعي، لأنه هلأ بدك تقولي شو قصدك بهذا الحكي. ايه ماشي خلاص. شو مفكرة بنتك تزوجت وعم تعيش بالنعيم هلأ ولا على بالها؟ انتي ما شفتي هديك الشقرة الشرنة وقت اللي كنا بالمشفى؟ كيف كانت كل الوقت عم تحوم حوالين صهرك ورح تاكلوا اكل بعيونها؟ يعني هلا عم تقولي انه بيت بنتي رح ينخرب؟ حاسه انه رح يغبى علي، حاسه انه ارتفعت حرارتي. انت اللي حبيتي تعرفي. اختنقت. والله لازم تحضري حالك لمفاجآت مو منيحه عمتي خديجه، لانه هذا صهرنا العزيز لساته بحب هذيك الشقره. يا ربي. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهده المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الاخطارات لتكون اول من يشاهدها.